للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بالأهرام. أهلا بحضرتك دكتورة أماني، وما هي أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الزيارة غدا؟ هي أبرز الموضوعات والملفات مرتبطة بمسار العلاقات الثنائية، خصوصا في مسارها الاقتصادي ومسارها الأمني. في الملفين نقدر نقول إن مسألة وقف توريد السلع أو تصدير السلع للسودان، السلع المصرية، موضوع في المسار الاقتصادي، بين في المسار الأمني الأوضاع في ليبيا، طبيعة التفاعل السوداني مع الأوضاع في ليبيا، أيضا وجود عدد من قيادات الصف الثاني والثالث في الإخوان المسلمين في السودان. في المسار الاستراتيجي نقول إن ملف صد النهضة يتصدر المباحثات من الطرفين. طيب دكتور أماني، هو بالتأكيد تاريخ طويل يجمع العلاقات ما بين الدولتين، ما هي طبيعة العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية بين البلدين؟ العلاقات المصرية السودانية تتميز بطبيعة خاصة أن فيها مكون عاطفي ومكون اجتماعي. المكون العاطفي مرتبط بتاريخ طويل يربط البلدين، والمكون الاجتماعي بيعبر عنه المشاهرة والنسب اللي بين الشعبين. الحقيقة المكونين دول أحيانا كثيرة يحموا العلاقات المصرية السودانية من الانطلاق إلى منحدرات خطرة، ودائما يكون هذين المكونين حامين لهذه العلاقة. العلاقات هي علاقات حرجة، دايما علاقات مهزومة، وأيضا هي علاقات على المستوى الرسمي فقط، يعني العلاقات الشعبية فيها تقصير شديد وخصوصا من الجانب المصري. وما السبب في ذلك يا فندم؟ يعني وهل هناك طرق؟ إن مكونات المجتمع المصري مكونات كسولة في حركتها إزاء الخارج، وليس لديها أدوات مناسبة، وليس لديها مبادرات في هذا الشأن، ومنشغلة جدا بالأوضاع الداخلية ولا تنظر إلى المحيط، محيط الأشقاء اللي بيحاوطنا سواء من السودانيين أو من السودان أو باقي الدول الأفريقية. طيب بشكل عام دكتور أماني، كيف يبدو وضع مصر الأفريقي، خاصة في ظل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن هموم أفريقيا في العالم الخارجي؟ عفوا لم أسمع السؤال. كيف يبدو وضع مصر أمام الدول الأفريقية، خاصة بعد تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعباء القارة الأفريقية ودائما ما يتحدث عنها أمام المؤتمرات الدولية؟ صحيح جهد الرئيس عبد الفتاح لا ينكر، لكن المجهود في افريقيا يجب ان يكون مجهودا شاملا من كافه مكونات الدوله المصريه، وخصوصا من قطاعات الاستثماريه. يجب ان يكون لدينا استثمارات مباشره في افريقيا، تاثير على المصالح الافريقيه بما ينعكس على ايجابيا على المصالح المصريه. لا تنسى اننا حتى الان لم نفرض تقدما في موضوع اتفاقية عن سيبي. هناك جهات خارجية وإقليمية متدخلة في هذا الملف، ونحن نبذل مجهودا على المستوى الرسمي، بينما على المستوى الرئاسي عفوا، بينما هناك مجهودات مطلوبة إضافية لم ننجزها بعد. نعم، نشكرك دكتورة أماني طويل، مدير البرنامج الأفريقي بالأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.